الرئيس المصري محمد مرسي ولد في قرية العدوى بمحافظة الشرقية عام 51، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 75، وبعدها على الماجستير في هندسة الفلزات من جامعة القاهرة عام 78، كما حصل على الدكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 82 قبل أن يعمل في المجال الأكاديمي. عام 77 انتمى لجماعة الإخوان المسلمين فكرياً وتنظيمياً أواخر 79. ترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 95، إلا أن الحظ لم يحالف، بينما نجح في انتخابات 2000 وأصبح عضواً في مجلس الشعب المصري. وفي انتخابات 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير من أقرب منافسيه، ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. شارك محمد مرسي في تأسيس الجبهة الوطنية والجمعية الوطنية للتغيير، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والذي ضم 40 حزباً وتياراً سياسياً عام 2011. مجلس شورى الإخوان انتخبه في 30 من نيسان من نفس العام رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذي أنشأته الجماعة.